أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج لقاء خاص. يسرنا أن نلتقي الأستاذ عماد حجاج، رسام الكاريكاتير الشهير والمعروف. مرحبا بك أستاذ عماد إلى هذا اللقاء الخاص على قناة الرافدين. أهلا وسهلا فيكم، الله يحييكم. أهلا بك أستاذنا العزيز. نبدأ بداية، حدثنا عن البدايات الأكاديمية والمهنية، تفضل. أهلا وسهلا فيكم. أنا في الواقع بدأت موهبتي في الرسم موهبة فطرية، يعني وتطورت هذه الموهبة إلى يعني موهبة موازية لدراستي. فلم أحلم في طفولتي وفي شبابي أن أصبح رسام كاريكاتير، وكنت يعني بتشجيع من أهلي أريد أن أجعل هذه الهواية شيء مساند أو جانبي لي يعني التخصص الآخر الذي كان يفترض أن يكون دراسة الهندسة أو شيء من هذا القبيل. لكن اختلفت الأمور عندما يعني ذهبت إلى الجامعة، حيث تحولت إلى من دراسة الفيزياء إلى دراسة الفنون، بعد أن أحببت ووجدت أنني كإنسان سأكون يعني أجد نفسي أكثر عندما أرسم. فهنا كان التحول عندما قررت أثناء دراسة الجامعية التحول من دراسة العلوم إلى دراسة الفن، وتحديدا فن الجرافيك، وتحديدا أيضا في أواسط ثمانينيات القرن الماضي. هنا بدأت القصة، وهنا بدأت قصتي مع الكاريكاتير، عندما عشت جو كلية الفنون، صداقاتي مع طلاب الصحافة والإعلام. وبالصدفة طلب مني أحد زملائي بقسم الصحافة أن أرسم رسما ساخرا أو كاريكاتير، يعني وسمعت الكلمة يمكن كانت يعني لسه وقعها جديد عندي، وأخذت الأمور بعفوية وبساطة. قال لي بس يعني أرسم رسم ساخر عن الطلبة المتجدين في الجامعة، كيف يكونون يعني تائهون كذا، موضع يعني طرفة تكون في الجامعة، يعني لمن يعيش حياة الجامعة ونسميهم السنافر أحيانا أو كذا. فكان يعني موضوع عفوي بسيط، يعني حتى ساذج في جانب منه، لكنني هاي أول دخولهم الجامعة، هذا أول يعني رسم بالمعنى الكامل للكاريكاتير. فرسمت أولى رسوماتي في صحيفة الجامعة ولاقت نجاح كبير، يعني وعرفني طلاب الجامعة كرسام كاريكاتير من هذه الموقع، من هذه الرسمة. ومن هنا كانت يعني بدايتي مع فن الكاريكاتير. نعم. طيب أستاذ، ما هي أبرز المحطات المهمة في مسيرتك الصحفية؟ أنا أحب دائما أبدأ إذا كان يعني من مفاصل في سيرتي الفنية، أعتقد أن أهم مفصل في حياتي كان في طفولتي. أنا يعني من عائلة فقيرة، كنا عائلة في جبل عمان، في منطقة جبل عمان حاليا. كنت يعني كما ذكرت لك عندي موهبة في الرسم، لكن لم ألقى تشجيع حتى من عائلتي. بحكم وضعنا الاجتماعي لم يكن يعني لدى أهلي أو عائلتي يعني ترف تشجيعي على الرسم، بالعكس. حتى أذكر أنني كنت يعني كان أهلي ينهروني عن الرسم أحيانا. لكن الشيء المهم في تلك الفترة بأنه أثناء دراسة الابتدائية كان هنالك مدرسة هي أول من التفت إلى موهبتي في الرسم وشجعتني، وأهدتني أول علبة ألوان وأول دفتر رسم، وشجعتني على يعني الاشتراك في المسابقات. فكانت أول نقطة في سيرتي الذاتية، ما زلت أكتبها حتى الآن، أنني فزت بمسابقة رسم للأطفال عام 1976 عن حادثة إحراق المسجد الأقصى في ذلك الوقت، وفزت فيها على مستوى مديرية تربية التعليم في ذلك الوقت. كانت يعني نقطة مهمة لي، حتى كطفل شعرت بالفخر وبقيمة هذه الموهبة التي جعلتني يعني مهما في المدرسة أو ذو شأن من وراء موهبتي في الرسم. بعد ذلك، بعد هذه النقطة، أعتقد نقطة التحول الأخرى هي عندما كنت في أثناء دراستي الثانوية. كنت بدأت حينها يعني مثل أقراني في تلك الفترة أوائل الثمانينيات، بدأت أشتري الصحف، أتعامل بالأخبار السياسية أحيانا بقدر ما تسمح به الأمور، وأطالع صفحات الرأي. وكان يعني في تلك الفترة أن وقعت عيني على رسم جميل يظهر دائما في صفحة الرأي، تحديدا في صحيفة الرأي. الرسم غير موقع، يعني مرسوم باختزال وتكثيف عالي باللونين الأبيض والأسود، ويتعلق دائما بالقضية الفلسطينية، ودائما هنالك شخصية أيقونية تدير ظهرها لنا. لم أعرف اسم هذا الفنان، لكنني سحرت بأعماله،
وأذكر بأنني كل مرة كنت أشتري الصحيفة كنت دائما أبحث عن هذا الرسم، وكانت صحيفة الرأي تذيل هذه الرسمة بعبارة واحدة فقط على سنة الصحف في تلك الفترة عن القبس، أي أنهم أخذوا هذا الرسم عن صحيفة القبس، فلم أعرف اسم الرسام صدقا. طبعا عرفت لاحقا بعد سنوات بأنه الفنان الشهير ناجي العلي، هو يعني أول من شدني إلى مفهوم الكاريكاتير السياسي كلغة بصرية راقية تتعامل بمضامين سياسية يعيشها الجمهور العربي ويقدمها بتكثيف عالي، يحملها رسائل يعني عميقة تمثله في موقفه من الصراع العربي الإسرائيلي. فأعجبت بهذه الطريقة وهذا الاختزال، وأذكر أنني في تلك الفترة أثناء دراسة الثانوية بدأت بتقليد خطوط ناجي العلي وطريقة تضليله وطريقة مفهوم التركيبة اللوحة عند ناجي العلي أثرت فيها كثيرا. هذه أعتبرها نقطة مفصلية عندما بلشت يعني أرسم، ليس لقصد النشر ولا حتى يعني لم يراها أحد تلك الرسومات، على الأغلب كانت تكون في دفاتري المدرسية أو آخر الكتب المدرسية، كنت أستغل أي صفحة فارغة أو كذا حتى أرسم وأمارس أو أقلد ذلك الرسم الذي كنت أراه في الصحف. النقطة الثانية في سيرتي ستكون كما ذكرت لك سلفا، وهو تحولي من دراسة الفيزياء إلى الفنون. دخلت جامعة اليرموك عام 1986 لدراسة الفيزياء. لماذا الفيزياء؟ أنا دخلت الجامعة ببعثة والدي في الجيش العربي الأردني، ويعني كنت أدرس في الجامعة من ضمن بعثة عسكرية، وكانت محددات هذه البعثة وشروطها وكذا تقيدني في اختيار تخصص. كنت أحلم طبعا أن أكون مهندس معماري، وكنت أهيئ نفسي وعائلتي أن تشجعني على أن أكون مهندسا بحكم أنني الابن الأكبر في العائلة ويجب أن أكون يعني مهندسا أو محاميا أو طبيبا من هذا القبيل، لكن الأمور لم تسمح بدراسة الهندسة فتوجهت لدراسة العلوم. والمادة الأحب إلي لأني كنت أدرس الثانوية الفرع العلمي كانت الفيزياء، والبعض يستغرب يعني هذا العلم الذي قد لا يحبه البعض ويعتبرونه معقدا، أنا بالعكس كنت أجد نفسي فيه وأحب هذا يعني. هل وجدته قريب من الرسم؟ جدا، وظهرت الفيزياء لاحقا حتى في كاريكاتير. لماذا؟ لأن الفيزياء هي أم العلوم، بقدر ما يعني يحسب المرء بأنها عالم من المعادلات المعقدة والتفاعلات غير المفهومة، بقدر ما هي طريقة لتفسير هذا الواقع. إذا فهمها الإنسان واستوعبها هي طريقة فعلا لتفسير الواقع. فدرست الفيزياء، لكن عند الدراسة وكنت مجد فعلا، يعني أذكر بأنني من 86 لغاية العام 88 يعني كنت دخلت مستوى السنة الثالثة بالفيزياء، كان معدلي التراكمي جيد بالسبعينات، وكان بالفيزياء شيء كويس يعني. لكن اللي صار باختصار أنني أثناء دراسة الجامعة اكتشفت العالم. أنا قبل الجامعة كنت طالب خجول قليل الخبرة في الحياة، يعني عائلتي يعني هي الراعي لي وبكذا. في الجامعة خاصة في جامعة اليرموك وأنت بعيد عن الأهل تشعر بالاستقلالية لأول مرة، تشعر بأنك صاحب نفسك في قرارك في كل شيء، أين تقيم وكيف تقضي مساءك وكذا، هذه الحرية أول مرة أعيشها. فكنت أدرس الفيزياء، لكن مع مر الأمور السنوات والشهور كنت أشعر بالضيق والملل. لماذا؟ لأنني اكتشفت لأول مرة كلية الفنون في الجامعة، كنت أروح أزورهم يعني أمر في قسم الفنون يعني أحسدهم على هذا الجو الرائع، مراسم واسعة يقضي فيها طلبة الفنون الساعات وهم يرسمون، كنت مسحور بجو الفنون. كانت دراسة الفن شيء يعني مرفوض من قبل عائلتي أو أنه يعني غير محبب أو ما بطعم عيش، لكنني هناك في الجامعة سحرت به، وجدت بأنه يعني أنني راغب بشدة إلى دراسة الفنون. وأخذني وقت كثير، لكن أخذت القرار في اللحظة التي رأيت أنها مناسبة. كنت في مستوى سنة ثالث تقريبا، وقررت أن أخسر بعثة العسكرية وأتحول لدراسة الفنون. كان قرارا صعبا، يعني نتج عنه اضطراب علاقتي مع عائلتي مع أبي الذي رفض القرار، حتى الجهة يعني الراعية للبعثة البعثات العسكرية رفضوا وقال ستخسر البعثة إذا تحولت بعد هذا الوقت، وحتى اللي يعني كان التحويل صعب جدا.
لكني أخذت القرار ويعني بقيت يعني أكافح من أجل أن أتحول، وحصل ما أردت. تحولت وصرت طالب فنون في العام 88، وكنت يعني بالنسبة لكثيرين في الجامعة يعني حالة أو يعني طرفة، الطالب الذي تحول من فيزياء لفنون، يعني المجنون الذي تحول من فيزياء لفنون. برغم كل ذلك كنت سعيد لأنني حققت شيء أنا بحبه، وجدت أخيرا متسع لأفكاري وموهبتي في الرسم. ومن بديش أطيل عليك، بس لكن أطرف الأمور اللي صارت معي بالفترة هاي، إحدى كان في عندي امتحان نيوكلير فيزيكس فيزياء نووية، ففي أحد الامتحانات لم أدرس للامتحان لكثرة حماستي لدراسة الفنون، فبدلا من أن أجيب على معادلات هايدلبرغ وأينشتاين رسمتهم جميعا بالكاريكاتير في دفتر الامتحان. رسمت أينشتاين وهايدلبرغ وغيره ودوبلر، ورسمت بأنهم يعني مجانين معقدين لا يرون العالم، يعزلون أنفسهم في هذا بينما عالم الفن أرحب وكذا، وألقيت بدفتر الامتحان أمام الأستاذ وهربت. فهذه حتى يعني إحدى الطرق التي ودعت فيها عالم الفيزياء بطريقة كاريكاتورية. فهذه إحدى النقاط المفصلية في حياتي. النقطة الأخرى ربما عندما تخرجت عام 1991، كنت يعني لماذا أعتبر نقطة مفصلية؟ لأني يعني حتى ذلك الوقت وبعد أن تخرجت بشهادة بكالوريوس بالفنون الجميلة فرعي جرافيك مع تخصص فرعي في الصحافة والإعلام، حتى مع كل ذلك لم أتخيل يوما بأنني سأعمل كرسام كاريكاتير. كنت مثل عشرات الخريجين في تلك الفترة في الأردن، كنا شباب يعني صورتنا غامضة جدا على المستقبل. أقصى طموحه الشاب في هذه الفترة أن يقضي خدوات الخدمة العسكرية بأسرع وقت، وبعد ذلك يبحث في سوق العمل على مكتب إعلانات مثلا أو صحيفة أو شيء من هذا القبيل حتى يبدأ يعني حياته المهنية. هذا كان أقصى طموحي في تلك الفترة. كنا نقضي معظم الوقت في المقاهي، وزاد الأمر سوء إذا تذكر حرب الخليج في تلك الفترة، وكان الأردن يعني نقطة يعني تتركز فيها المشهد في تلك الفترة. أذكر عمان في تلك الفترة كانت يعني عشرات المراسلين الصحفيين يتكدسون في وسط البلد في المقاهي يصورون، لأنهم كان من الصعب عليهم أن يدخلوا إلى العراق، فكان معظمهم يعني يتجمعون في عمان يتابعون التفاصيل من عمان. بالضبط. وكنت يعني أثناء يعني سنوات بطالة الأولى كنا نجلس في المقاهي في عمان ونشاهد مثلا مراسل للسي ان ان مثلا جالس في المقهى يريد هذا، فنتعرف عليه ونقول له احنا نساعدك اذا تحب ناخذك تعمل نترجم لك كذا. فبدأت علاقتي مع بعض المراسلين او يعني في هذا الشكل. وكانت يعني فترة يعني بدي احكي لك على رغم صعوبتها علي كشاب يعني عاطل عن العمل يبحث، لكن كانت فترة ايضا مهمة لي لانه كنت مطل على يعني المشهد الصحفي، سحرت بعالم الصحافة في طريقة تصوير الحدث، في طريقة المراسل لما يبعث الخبر. كانت أول مرة أشوف فيها الستلايت. إحنا كنا يعني كمشاهدين عرب ما نعرف غير القناة الرسمية مثلا تاعتنا اللي تجيب الأخبار الساعة 8 ونسمع رواية، لكن لما تكون مع الصحفيين هذول يكون معه الجهاز الستلايت مربوط بالأقمار الصناعية تسمع رواية أخرى وتشوف صورة أخرى غير اللي سمعتها فكانت هذه أولى يعني صدماتي الأولية في عالم الإعلام. كيف هل وثقت بالرسوم تلك اللحظة؟ نعم، كنت أرسم على طول الوقت حتى لو ما كانش في مجال للنشر، لكن اللي ساعدني في تلك الفترة تحديدا أنه كثرت صحف التابلويد في الأردن، كان في صحف أسبوعية كثيرة، ومع كثرة أخبار الحرب وانتشار يعني هذا كثرت كثيرا هذه الصحف، فكنت أرسم في معظمها يعني بدون مقابل. كنت يعني أمر عليهم أعطيهم رسوماتي عن الوضع، عن الوضع الاجتماعي، عن الوضع السياسي، عن كذا، وعلى لأنني يعني بدون اسم لا أحد يعرفني كنت أضعها إما في صفحات القراء أو توضع للنشر المجاني. وهنا بدأت اخترعت لأول مرة توقيع حجاج اللي هو الاسم المحور لاسمي بطريقة فنية، وصرت أوقع فيه وأعطيه لهذه الصحف. وهنا ربما في هذه الفترة إذا بنعتبرها سنة مفصلية فهي، لأنه على الأقل بالوسط الصحفي بالأردن عرفوا لأول مرة الرسام حجاج الطالب اليرموكي اللي بيرسم بطريقة مميزة أو له هذا التوقيع المميز. هل نشروا لك؟ طبعا كنت أرسم بتلك الفترة من 91 لغاية أول وظيفة أخذتها في كاريكاتير 1993 كنت أرسم بلا مقابل.
وعلى الأغلب في صحف أسبوعية تابلويد اللي كانت منتشرة كثير. يعني كنت أتعامل حوالي مع 10 صحف بلف عليها كل أسبوع، بعطيهم رسومات وكذا وبينشروا لي. لغاية 1993 حصلت لأول مرة على وظيفة في صحيفة الرأي يعني بوصف رسام كاريكاتير، وكانت من أسعد لحظات حياتي. لأني أذكر لما أخذت أول راتب كان حوالي 80 دينار في تلك الفترة، أخذت الراتب ورحت ركض عند أبوي حتى أعطي الراتب، لأنه كان ينظر إلي أنه أنا عندما تحولت لدراسة الفنون أني أضعت مستقبلي وأني لن أجد عمل ولن أنه كذا. فكنت يعني كان أهم شغلة عندي أنه بس أخذ أول راتب أعطيه لأبوي حتى أقول له أني هيني في دراستي الفنية في الكاريكاتير ممكن أنه أجيب راتب، ممكن أنه أساعد العائلة وممكن كذا. هي مهنة كباقي المهن. بالضبط. نعم. بالضبط. لكن النظرة التقليدية للأسف، وما زالت بعضها الآن، الآن الصورة تغيرت كثيرا، لكن معظم يعني المجتمعات العربية ما زالت تنظر إلى دراسة الفنون كشيء بأنه أقل مرتبة من دراسة التخصصات الأخرى كالطب والهندسة والكذا، وبأنه من يدرسها سيكون أقل حظا في التوظيف أو في يعني إيجاد العمل لاحقا. وهذه طبعا صورة غير دقيقة، انعكست الآية حتى. بالعكس، نجد الآن في الأردن مثلا تجد بطالة بين المهندسين والأطباء والكذا، وتخصصات أخرى لها علاقة كثيرة يعني بالفن وفي التجسيد ثلاثي الأبعاد وفي الكذا، تجد أنها مطلوبة يعني أكثر من التخصصات الأخرى. طيب أستاذ، في رسوماتك دائما ما تكون قريب من نبض الشارع، من الناس الشعبيين، هل من لمحة عن ذلك؟ طبعا أنا إذا كان من لقب لفن الكاريكاتير هو فعلا فن الشعب، لأن رسام الكاريكاتير على الأغلب منحاز لطبقة للسان الشعب، يحاول أن يكون ناطقا رسميا باسم الناس العاديين. ليس فقط يعني أنا، يعني معظم رسامي الكاريكاتير إذا نظرت يعني في تجربة الفنية ستجدهم يعني منحازين للطبقات المظلومة اجتماعيا، الطبقات الغير ممثلة التي ليس لها يعني صوت أو لا أحد ينطق باسمها، الأغلبية الصامتة مثلا. فتجد معظم رسامي الكاريكاتير يتنطعون لهذه المهمة، أن يكون يعني مهمتهم ودورهم أن يعني يعكسوا أو يوصلوا صوتهم. فتجد يعني أنا من ناحيتي من بداية رسمتي أنا كنت أعكس هموم الطبقة الفقيرة من أول ما بلشت. كانت موضوعاتي يعني حتى في عندما كنت أرسم في بداية يعني أعمالي مثلا في جريدة الرأي، أركز على قصة الفقر، البطالة، انعدام يعني فرص التوظيف للشباب، يعني قصص نقص الخدمات. فكانت يعني كل يعني المساحة الحية التي أتعامل فيها هي يعني هموم الطبقة الفقيرة. هل لاقت صدى؟ طبعا أنا يعني أعتبر بداية عملي في صحيفة الرأي وتحديدا مع ولادة شخصية أبو محجوب كانت يعني انطلاقة لي. فوجئت بمدى نجاح شخصية أبو محجوب والتقبل الكبير أو القبول الكبير لرسوماتي عندما بدأت أنشرها في صحيفة الرأي. بدأت في الموضوع السياسي، لم يكن يعني له حظوة أو انتشار كبير، لكن بعد فترة بسيطة عندما اخترعت شخصية أبو محجوب وتحديدا في المجال الاجتماعي كانت يعني شهرتي وكان تفاعل الناس بشكل أكبر. أول شيء بنحكي عن هموم الناس بشكل يومي، كنت بحكي عن القضايا يعني الفساد، الترهل الإداري، الفقر، البطالة، القضايا عن الخدمات، الاتصالات، المية، الكذا، شكاوي الناس كلياتها على بساطتها وكذا، لكن أصنع منها موضوع كاريكاتوري الناس تجد فيه نفسها. قد لا أقدم الحل أحيانا لأن أرسم على المشكلة، لكن الناس تحب اللي يحكي بهمها. لما المواطن يشوف قصة أنه انقطاع المياه مثلا شو اسمه، يجد رسمة أو دعابة لأبو محجوب حول الموضوع، بيطلع على الصحيفة بيضحك وبورجي لصاحبه وكذا. هلا أبو محجوب ما حل المشكلة، لكن بصورة أو بأخرى أعاد تقديم المشكلة، وبالتالي خلى المواطن أو الإنسان بيعاني المشكلة يعني خلينا نحكي متفهم أكثر لوضعه، على استعداد أكثر لفهم مشكلته وربما لحلها. والمسؤول أيضا، المسؤول عندما يرى الكاريكاتير أحيانا يساهم الكاريكاتير في حفز المسؤول على تصويب الخطأ. الرسام الكاريكاتير ليس مصلح اجتماعي،
لن نتوقع منه أن يصلح كل شيء أو خلل في المجتمع، لكن له دور كبير كإعلام، خلينا نحكي تحريضي أو حافز على التغيير. هل من أعمال قدمتها المسؤول يعني تدارك الموقف أو عالج المشكلة في حالات؟ نعم. هي طبعا بشكل عام معظم المسؤولين العرب لا يكترثون للكاريكاتير الناقد وكذا، لكن للأمانة هنالك بعض الحالات التي يصل فيها الكاريكاتير ويحفز المسؤول على التغيير. أعطيك يعني بعض الأمثلة من الأشياء التي أذكرها. كانت في أواخر تسعينيات القرن الماضي كان في أزمة تلوث مياه مشهورة وكبيرة في عمان، ربما الناس اللي بتابعوا أبو محجوب في تلك الفترة بيذكروها. فكان يعني أنا كنت من الأصوات القليلة التي يعني كنت أرسم بشكل يومي. كانت الأزمة أزمة كبيرة وأثرت على قطاعات كبيرة في المجتمع، كانت أشبه بفضيحة بأن مياه عمان غير صالحة للشرب، التي وكان الناس في عمان في ذلك الوقت لا يعرفون عبوات الماء المعدنية، وكان الكل يشرب من الحنفية قبل ذلك. بعد هذه القصة يعني صار في تحول كبير وفقدت الناس الثقة في المياه. في تلك الفترة كنت أرسم بشكل يومي على قصة تلوث المياه، وبعض الرسومات يعني الناس نسخوها وما زال حتى الآن الناس بيذكروني في بعض رسوماتي في تلك الفترة. ما حدث أنه وزير المياه اللي كان مسؤول عن الملف هذا بدون ذكر أسماء بعد يعني حملة، طبعا ما كنتش أنا لحالي، كان الكثيرين يعني في تلك الكذا، لكن الكثيرين قالوا بأن رسومات أبو محجوب عن تلوث المياه كانت أحد الأسباب الرئيسية في استقالة وزير المياه في تلك الفترة، لأنه يعني كنا ركزنا بشكل كبير على المشكلة. كان يعني الفن الكاريكاتير كرست يعني طريقة نقدية حادة لأبو يعني محجوب. استقالة كانت لوزير المياه. نعم. طيب المشكلة حلت أم لم تحل؟ مشكلة المياه يعني لا زالت للأسف حتى هذه اللحظة، حتى هذه طبعا تغيرت الأمور ويقال يعني أنه أمور المياه يعني عندنا يعني تحسنت وكذا، حتى يعني سلطة المياه تقول أنه المياه صالح للشرب، لكن هل يعود الناس إلى شرب المياه وكذا؟ أشك في ذلك. فقد الناس ثقتهم في المياه، وما زلنا يعني لا يعني ما بحب أعمم، بس لا أعتقد أنه في كثير ناس بعمان ممكن يشربوا المية من الحنفية بعد هذه القصة. إذن كان للرسم الكاريكاتير تأثير. أعطيك مثال آخر يعني كمان. نعم. كان في رسمت مرة على كان عبد الكريم كبريتي وزير خارجية بالأردن، رسمت عنه رسمة أثناء كان في يعني احتجاجات أو إشي زي هيك بالأردن، ورسمت عنه رسمة حطيته ضمنته في إحدى الرسومات، فما كنت أتوقع أنه يستجيب إلي أو كذا وهيك، لكنه كان أحد المسؤولين اللي اتصل فيه يوميتها واستجاب إلي. ناسي شو القصة، بس كان انتقاد إله هو شخصيا وتقبله بصدر رحب للأمانة. كان في كثير قصص يعني من مسؤولين زي هيك. مثلا رسمت مرة إحدى الدوائر الحكومية دون أن أذكرها، لكن الناس عرفوها من خلال وصف الكاريكاتير، وحكى معي مدير تلك هذا ووعدني بأنه سيصوب الأمور. كانت الرسمة باختصار إذا بتروح تراجع هذه الدائرة لازم تجيب جواز السفر وصورة والدتك وتجيب أربع نسخ عن مش عارف إيش، أنه تطلب مطلوبات كثيرة للناس حتى يراجعوها. فهم عرفوها الناس هيك، وهم يعني كانت طرفة صارت الناس تداولها وكذا، وانتهت بأنه فعلا حتى المسؤول نفسه قال إحنا نوعدك إن شاء الله نخفف على الناس وما شو اسمه. وبس كما ذكرت لك يعني من النادر أن يسهم الكاريكاتير في تغيير هذا، وليس مهمة رسام الكاريكاتير أن يغير واقع بقدر ما هو يغير نظرة الناس إلى الواقع. إذن هناك تأثير للرسم الكاريكاتير. بالضبط. نعم. إذن الآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لإكمال اللقاء. مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لإكمال اللقاء، فابقوا معنا. مشاهدينا عدنا من جديد في لقاء خاص مع الأستاذ عماد حجاج رسام الكاريكاتير الشهير والمعروف. مرحبا بك أستاذ عماد ثانية. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عماد. شاركت في معارض عربية وعالمية، حدثنا عن أبرز هذه المشاركات. من بداياتي يعني كنت أحب التواصل، يعني المعارض رسام الكاريكاتير في الصحف اليومية مثل حالتي ربما بعيد هو عن جو المعارض، لكن هو بحاجة لها. المعرض بالنسبة لفنان الكاريكاتير اللي بالصحف
حاجته له مش زي الفنان التشكيلي مثلا. هو يعني معارض بتكون زي تتويج لمرحلة معينة لعمل الفنان الخاصة اللي بالصحف الأسبوعية، وخاصة اللي عنده رسومات غير منشورة مثلا لم تنشرها الصحف. فكانت بدايتي في المعارض بهذا الشكل. أول معرض لي كان بسنة 97 في معرض رواق البلقاء بالفحيص، كان معرض صغير جدا، وكنت أريد منه يعني عرض الرسومات غير المنشورة بصحيفة الرأي في تلك الفترة. وكان تجربة جميلة لأول مرة يعني الفنان يلتقي بالناس بالمعجبين، كانت قبل مرحلة الفيسبوك والكذا، كان معجب معظم القراء أو المعجبين تبعين يتواصلون معي عن طريق الفاكس أو الرسائل وكذا. فهذا كان أول معرض لي. ثاني معرض وكان هو النجاح الأكبر اللي هو معرض قاعة المدينة عام 1999، أقمته بإحدى قاعات أمانة عمان في وسط البلد في منطقة رأس العين. كانت قاعة كبيرة تفتتح يعني حديثا في ذلك الوقت، وكانت يعني أولى باكورة يعني نشاطاتها معرض أبو محجوب، وكانت حتى يعني ساندتني الصحيفة صحيفة الرأي في تلك الفترة في عمل حملة إعلانية للمعرض. وعند انطلاق المعرض يعني فوجئت بمدى الحضور الجماهيري عند الافتتاح. حضر الافتتاح حوالي 5000 مواطن، كان في زحمة شديدة يعني تزاحم الناس، القاعة يعني ضجت بالحضور، ما كان في وسع للناس يعني إنه كذا. كان الحدث برعاية جلالة الملكة رامي، وأذكر أني كنت بجانب جلالتها في المعرض أشرح لها اللوحات وكذا، وكنا يعني بالكاد نجد متسع بين الناس وحاول يعني أن أشرح اللوحات، وبذات الوقت كان الناس يتكدسون في القاعة المكتظة بالناس. المعرض كان نجاح كبير، أطلقت فيه كتيب الأول اللي هو كتاب محجوب، وكان عبارة عن ألبوم ضخم ضمنت فيه يعني باكورة أعمال كاريكاتورية خلال عقد التسعينات كامل. المعرض الآخر اللي يعني أذكره، أنا طبعا شاركت في عديد من يعني كلها كويسة وكلها يعني أفتخر فيها، لكن سأعطيك أستاذ إحسان المهم منها، كان عام 2003 في معرض الجامعة الأمريكية في بيروت. كان هو أول معرض إلي على نطاق عربي، وفي يعني الجامعة الأمريكية كان يعني فعلا فوجئت بمدى يعني التفاعل الكبير. سعدت جدا انه في ناس يعني من 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 لبنان ومن بلدان عربيه كثيره يحبون اعمالي ويتابعون ابو محجوب ويتابعون الكاريكاتير السياسي. شعرت بانني فعلا مشهور نوعا ما عربيا بعد هذا المعرض. كان معرض بسيط لكن كان ضجه بالحضور من طلبه الجامعه ومن معجبي يعني داخل بيروت. بعد هذا المعرض ما أذكره أن معرض عام 2008 برضو في قاعة المدينة في ذات مكان المعرض الأول، وأطلقت فيه الجزء الثاني من كتابي والمحجوب الثاني. الجزء الثاني من المعارض التي يعني سعدت أيضا بالمشاركة فيها كان في معارض في المغرب العربي مدينة مكناس، كان أول إطلال لي على زملائي وأشقائنا في المغرب العربي رسامين كاريكاتير وفنانين الرسوم المتحركة. كان في معرض في دبي من أنجح المعارض، كان بحوالي عام 2011 من أنجح المعارض التي أقمتها خارج الأردن. في أيضا ملتقى مونبلييه في فرنسا، شاركت بهذا المنتدى في معرض جماعي عن مشكلة المياه، والحمد لله فزت بجائزة الملتقى حول مشكلة المياه، أخذت الجائزة الأولى حول موضوع المعرض اللي هو ندرة المياه في العالم. يعني مشاركاتي يعني لا يحضرني الآن إلا أهم هذه المشاركات. الآن مع تطور يعني السوشيال ميديا، تشبيك الفنانين مع بعضهم ومع الروابط المعنية في الكريكاتير، يكاد الفنان يعني يوميا تأتي لوحة يعني مشاركات يعني في معارض أو كذا. في فترة الكورونا أقيمت معارض افتراضية على الفيسبوك وعلى هذا، شاركت في العديد عشراتها من هذه المعارض. وكما ذكرت لك يعني أستاذ إحسان، المعارض هي يعني أعتقد هي نقطة توثيقية من جانب حياة رسام الكاريكاتير، النقطة الأهم فيها عمله اليوم في منبره الإعلامي، لأنه ليس فنانا تشكيليا، المعرض شيء مكمل بيكون مش شيء أساسي.
أستاذ عماد، هناك صحف عربية وعالمية نشرت العديد من رسوماتك الكاريكاتيرية، حدثنا بعض الشيء عن ذلك. في عام 2000 تقريبا، وبعد يعني أشهر فقط من معرضي الأول بالتسعينيات، حصلت معي أزمة كبيرة في صحيفة الرأي، انتهت بفصلي من الصحيفة، فصلت. يعني كنت رسام في أوج شهرتي، وكان أن يعني صعقت بقرار الصحيفة أنهم قرروا فصلي. من يعني أحد أسباب يعني التي خلتني يعني التي جعلتني أنتبه إلى يعني المشاركة بالصحف العربية والعالمية هو ما حصل معي عندما فصلتني صحيفة الرأي، لأني وجدت نفسي فجأة بلا عمل ورجعت. يعني كانت حالة غريبة فعلا. عماد حجاج شخصية مشهورة ومعروف بصحيفة الرأي وكذا، لكن فجأة صارت أزمة مع الصحيفة، وكان في تحريض من داخل الصحيفة وحملت يعني أكثر ما تعمل، وانتهت بقرار الإدارة بفصلي من الصحيفة، ووجدت نفسي عاطل عن العمل مرة أخرى. فكان أن قررت أن يعني أوسع أفقي، فبدأت أبعث يعني أراسل الصحف. كانت أولى الصحف العربية التي يعني تسجلت صحيفة القدس العربي في لندن، وبدأت أرسم فيها بشكل دائم ومستمر. بعد ذلك كان دخول الإنترنت في أوله، كنت من أوائل رسامين العرب اللي فتحوا موقع خاص لهم على الإنترنت، وكنت وأفردت زاوية فيه للكاريكاتيري المترجم. كنت أضع زاوية يظهر فيها نفس كاريكاتيري، إما بدون تعليق حتى يفهمه القارئ الأجنبي، أو مع تعليق مختضب صغير باللغة الإنجليزية. فهذا يعني جاب لي بعض الفرص. لأول مرة أذكر أول فرصة جاءت وراء الموقع، كانت أهم موقع في عالم الكاريكاتير السياسي في عالم politicalcartoons.com. راسلوني وقالوا أنهم بيتابعوا رسوماتي وأنهم مهتمين وأنا أبعث لهم رسوماتي، فصرت يعني أبعث لهم. اكتشفت بعد ذلك على يعني مجموعة أخرى زي وكالة أو سندكت بسموها عن طريق politicalcartoons.com، صاروا يعني يتعاونوا معي، فقالوا لي احنا يعني بناخذ الرسمة تاعتك ننشرها في صحيفة ونعطيك جزء من المقابل تبعها، نظام يعني السندكت كمان. فكان أن وافقت، وكانت يعني بدايات متواضعة ومنشورات غير معروفة صغيرة باللغة الإنجليزية، لكن مع الوقت وخاصة مع حرب العراق 2003 أحداث 11 سبتمبر وكذا، فجأة وجدت يعني ضغط شديد، صارت كثير من المواقع المجلات الكذا يعني وكأنهم يعني يريدون أي شيء من منطقتنا، يريدون سماع رأي الناس خاصة في الكاريكاتير في تلك الفترة، أيضا مع أزمة الرسومات الدنماركية المسيئة إذا تذكرها. هذه من الفترات التي أذكر فيها أنه كبريات الصحف المجلات صارت تبحث عن أي رسم كاريكاتوري من رسام من منطقتنا. ربما هذه كانت فرصتي، فنشرت لأول مرة. أذكر أولى رسوماتي كانت في مجلة نيوز ويك، كانت حول موضوع الحرب في العراق 2003. أيضا الإي تايمز، صحيفة الإي تايمز أخذت إحدى رسوماتي عن الحرب. مع تواصل خبرتي وتعاملي مع الوسائل الصحف الأجنبية، انتميت لإحدى المجموعات، مجموعة كاريكاتير لأجل السلام، كارتونينج فور بيس، مجموعة فرنسية أنشأها الرسام الفرنسي، رسام صحيفة اللوموند، رسام بلان تو، وكان هو من الناس اللي بيتابعوا كاريكاتيري بالموقع، وصرنا أصدقاء. وقيدت لي يعني ذات مرة أن أزور فرنسا وزرته في الصحيفة، وهو للأمانة يعني صحفي يعني منفتح على العالم، محب للعرب، أعتقد أنه منحاز بصورة أو أخرى للقضايا العربية، ومتذوق جيد للكاريكاتير العربي. وتناقشنا أنا وياه على سطح الصحيفة على أسماء الكاريكاتير العربي ومن يشاهد منهم، وسألني أسئلة كثيرة، فصرنا يعني زي الأصدقاء. فصرت يعني أحظى بفرصة نشر من وقت لآخر، ويعني تشرفت بأنه صحيفة الليموند نشرت أعمالي أكثر من مرة على الصفحة الأولى. أنا أتكلم معك بالفترة الحالية، يعني نشرت عن الموضوع اللبناني في الليموند، نشرت عن العراق، نشرت عن الحرب الأوكرانية الروسية، وهي يعني بعتقد يمكن من قصة أنه الكاريكاتير بطبيعة فن عالمي، وخاصة في ظل العولمة. بعتقد
الصحف العالمية أو كذا بهمها يعني لن يهمها جنسية الرسام أو من هذا بقدر ما يهمها فكرة الرسم. فأنا يعني أحاول في رسوماتي أن أعبر عن نفسي بطريقة بسيطة، أجعل الكاريكاتير بسيط مفهوم. أهم في لغة الكاريكاتير أستاذ إحسان بأنه لغة بصرية راقية كالموسيقى، تخلي الصيني والكوري يفهم الفكرة. فأنا أحب هذا التكثيف، أحب هذا الاستخدام المجرد لفن الكاريكاتير، وربما هو يعني ما يجعل رسوماتي مقبولة أكثر في الصحف الأجنبية. إذن هل تعتقد أن الرسم الكاريكاتيري يعادل مقال أو تحقيق صحفي؟ ربما هو كما يقول المثل الإنجليزي فعلا، يعني أنه صورة بألف كلمة صحيح، وخاصة عنا بالثقافة العربية ربما الفنون البصرية تأخرت بالقدوم عنا العرب، وديوان العرب هو الشعر وسماعهم. لكن هذا يعني لا يمنع من أنه فن الكاريكاتير كان مجالا حيويا استمتع فيه القرآن العربي. إذا يعني سألت الآن أو عملت تقييم يعني أي الفنون البصرية الأنجح والأكثر حضورا عند المجتمع العربي، ستجد بالتأكيد بأن الكاريكاتير على رأسها. في كل بلد عربي أستاذ إحسان ستجد أن هنالك نجم رسام كاريكاتير يحبه الناس ويتابعونه ويحظى بشهرة كبيرة. في فلسطين تجد ناجي العلي، في مصر تجد الأستاذ مصطفى حسين، في العراق أيضا ما شاء الله أسماء كبيرة يحبها الناس ويذكرون أعمالهم وكذا. وتجد بأنه من يحبون الكاريكاتير وجمهوره حتى في فترة يعني الصحافة، فترة ذهبية للصحافة الورقية في السبعينيات والثمانينيات، يعني كان رسامو الكاريكاتير يعني نجوم حقيقيين، علي فرزات في سوريا، أسماء يعني كبيرة، الزواوي في ليبيا، أسماء يعني كانت فعلا يعني تحظى بحضور وشعبية كبيرة. الآن صار تراجع بحكم تراجع الصحف الورقية وما حدث في قصص الإعلام الموازي كاملة، لكن أعتقد ما زال الكاريكاتير فن يعني الفن الأقرب إلى الوجدان المواطن العربي. أحيانا ما في داعي أنه يكون عنده القدرة على القراءة أو الكتابة، إذا كان شخص أمي بتعليم بسيط يمكن يشوف رسمة كاريكاتير ويضحك عليها ويرجيها لصاحبه ويتفاعل معها. فهي خطورة هذا الفن، أنه يصل لكل شرائح الشعب، لكل شرائح الناس ويعبر عنهم. نعم أستاذ عماد، من خلال عملك في الرسم الكاريكاتيري في مختلف الصحف، هل واجهت مضايقات حول ذلك في بعض الرسوم؟ الكاريكاتير ابن الصحافة، والصحافة هي مهنة المتاعب. فالكاريكاتير يعني أنا أؤرخ سيرتي في المجال الكاريكاتير بعدد المتاعب التي يعني طالت بقدر ما أنا أحظى، يعني لا أنكر، بحظوة وشهرة ويعني خلينا نحكي بجوانب إيجابية كثيرة في مجال بقدر ما عانيت. أنا كما ذكرت لك فصلت من عملي أكثر من مرة من جراء الكاريكاتير، استدعيت للمحكمة يعني عشرات المرات على خلفية القضايا التي أرسمها، سجنت مؤخرا قبل على خلفية إحدى رسوماتي سجنت، يعني ولأول مرة في حياتي أدخل السجن، وكانت تجربة صعبة جدا يعني علي كفنان وعلى عائلتي. غلقت في يعني في وجهي أبواب كثيرة، أنا بحكم أنني فنان يعني مشتبك مع هذا، يعني اللي بحب مثلا أدخل مع الواقع المجتمعي، لا يعني حتى كإنسان يحب أن يعني يصنع رزقا. مثلا أنا عملت شركة لإنتاج الرسوم المتحركة من وراء الكاريكاتير، أحد أسباب إغلاق هذه الشركة بأنه غلقت الأبواب في وجهي بسبب مواقفي السياسية في الكاريكاتير. فهي إن كان من معاناة، نعم أنا عانيت الكثير في بعض الأحيان، يعني أحسد رسامين كاريكاتير نظرائي في العالم الغربي في أمريكا وأوروبا، هنالك يعني هنالك احترام كبير لفن الكاريكاتير وللمشتغلين فيه، تفاهم لي يعني السخرية المرسومة ينظرون لها كشكل راقي من أشكال النقد السياسي. هنالك روح رياضية عالية من قبل السياسيين عندما يرسمهم رسام الكاريكاتير، على عكس ما عندنا. رسام الكاريكاتير العربي عندما يرسم مسؤول عربي تبدأ يعني معركة، وبعض الأحيان تشعر بضغينة يعني
يعني وكأنك يعني فعلت يعني شيئا مسيئا له، مع أنني مارست حقي في التعبير. حقنا كعرب أو رسامين عرب، من حقنا أن نرسم المسؤولين وحكامنا وزعمائنا، وهذا شيء بديهي. إذا كنا ندعي بأنه لدينا ديمقراطية وحرية تعبير، من البديهي لرسام الكاريكاتير أن يرسم تلك الوجوه بدون أن يخاف. إخواننا في العراق يعني نقرأ الآن أشياء مؤسفة، رسامين في العراق يطالهم يعني المطاردة وأحيانا يعني الاستهداف والتهديد والكذا. طب ليش؟ يعني هذا رسام كاريكاتير يمارس حقه في السخرية المرسومة. يجب أن يكون هنالك تفاهم، يجب أن يكون هنالك سعة صدر في التعامل مع فن الكاريكاتير، هذا الفن العريق اللي يعني معروف بالصحافة العربية وله نجومه وله عشاقه. من المؤسف أنه الآن نعيش هذه الحالة. فهي إذا سألتني عن المعاناة، معاناتنا كبيرة والله أستاذ إسلام، ونأسف أنه الأسوأ لأن الحال الآن، وأنا أحكي لك مش بس بالأردن، على أكثر من قطر عربي، يعني أنا أعرف زملائي كيف بيعانوا. الوضع من سيء لأسوأ في الوقت يعني اللي بتطلع فيه على العالم يتقبل أكثر ويفتح مجالات وأفق جديد للساخرين وللكذا. هون للأسف الخطوط الحمراء تزيد والأبواب تغلق والحساسيات تزيد، وممنوع ترسم في الموضوع هذا ومرسوم ممنوع ترسم الشخص هذا. يعني وضع مؤسف للأسف. نعم، في عام 2019 انطلقت في العراق ثورة تشرين، وهي ثورة شباب يطالب بالحرية والعدالة بعد 20 عام من المأساة في العراق. كيف استقبل عماد حجاج هذا الحدث، وهل وثقه بالرسم الكاريكاتير؟ أنا من بداية تجربتي الفنية، حتى لما كنت على برسم بالجامعة كان موضوع العراق حاضر عندي. أنا يعني قد ما أوصف لك، يعني ما أحكي لك قديش أنا أحب العراق، قديش مساحة حيوية ومهمة جدا. حتى خريطة العراق أرسمها غيبا يعني بعض الخرائط تضطر تروح، بس خريطة العراق أنا أحفظها عن غيب من كثر ما يعني أحب هذا البلد وأجد فيه مساحة حيوية لي يعني كرسام عربي يهمني ما يحدث هناك. ما حدث بأنه بال2019 كان يعني مفاجئا لنا كرسامين عرب ننظر إلى المشهد العراقي، وفرحت جدا بهذا المشهد المشرق بعد سنوات وعقود من المشهد قاتم مليء بالطائفية والقتل والدماء والكذا. نجد هذا المشهد المشرق، شباب العراق بهالمشهد الرائع، يعني سحرت فيهم ورجعت أرسم يعني من أول وجديد على بعد أن تركته. يعني أنا فترة من الفترات أصبت بالإحباط وصرت يعني أضع الموضوع العراقي على آخر سلم اهتماماتي كرسام كاريكاتير. بعد هذه الثورة رجعت أنا يعني أرسم بكل حماس، صرت أتابع على وسائل التواصل الاجتماعي هل 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 نشطاء شو بحطوا صور، هل أخبار، أحاول أتقصى كل يوم كل يوم بيوم شو بصير وأرسم عنها. فيعني هل الله قدرنا عليه، يعني قدرت حاولت إنه يعني أمجد هذه الثورة، أمجد هذول الشباب وأقوله إنه هم التغيير يبدأ منهم. وكنت أسعد جدا لما أشوف رسوماتي موجودة في الهاشتاجات العراقية في الناس اللي هذا، وجدا كيف يعني حلو الرسام انه يحس حاله انه جزء من بيحاول يكون جزء من المشهد. فبثورة يعني الثورة التشرينية يعني بعتقد لي جملة رسومات ان شاء الله نعرضها لاحقا، بعتقد بعضها صار حتى يعني ايقونات بالكاريكاتير. ليش؟ لانه الشباب يعني هم مساحة التغيير، هم خلينا نحكي الشكل الجديد لا 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 يعني لتغيير في مجتمعاتنا. وهدول ما بيستنوا يعني اي حدا يعني يرسم لهم او يعني شو اسمه، وما في وذوقهم يعني صعب جدا. فعشان هيك يعني انا بحاول انه تكون اللقطه يعني شبابيه، لقطه فيها روح العصر، ما فيش فيها يعني يعني كلاسيكيات الكاريكاتير العربي والكذا وشو اسمه. لازم الكاريكاتير يكون عفوي سريع يفهمه الناشط، يقدر يبعته بسرعه من التويتر تبعه، يقدر يلاقيها لقطه مربعه صغيره وين ما زتيتها تطلع واضحه. فانا براعي هذه القصه في عالم يعني سواء بثوره العراق او في حتى عالم الثورات العربيه كامله، يعني الكاريكاتير كان حاضر في المشهد وهو يعني مادة مطلوبة
ومحببة لكل الناس اللي بيحبوا يغيروا. ياما طلعت الكاريكاتيرات أو الرسمات تاعتي بشكل يافطة يطبعها الناشط أو الكذا ويمشي فيها، وكنت بسعد لما أشوف برات بعض صور الوكالات لإحدى المظاهرات مثلا في العراق أو كذا، تجد رسمة لحجاج واحد طبعها وحاطة وكذا، أشعر بنشوة رائعة وأسعد فعلا أنه أنت الفن تبعك وصل لأيد هذا الرجل وأنه يرفعها وأنت بتمثله. فهاي يعني بعتبرها من أحد لحظات نجاحي اللي أفتخر فيها صدقا. عرضت أيضا في معارض في ساحة التحرير. نعم نعم صحيح، أكثر من هذا يعني، حتى كان في ناس يبعثوا لي صور المعارض اللي أقيمت وكذا، في حدا عملها زي مجسمات حتى مبنية على إحدى الرسومات تاعتي. ف يعني بعتبرها أنا بالعكس أنا أسعد جدا بهذا الشيء، وهذه بالعكس كما ذكرت يعني هاي مهمة الكاريكاتير، أن تكون منحاز للشعب ويشعروا أنه فنك يعني صادق في التعبير عنهم، يعكس حالتهم، يقدم يعني صورة عن واقعهم. نعم أستاذ عماد، بماذا تنصح رسامي الكاريكاتير المبتدئين؟ أنا لا أحب يعني ألبس عباءة الأستاذ وأعطي نصائح، لكن إذا من شيء يعني أقول يعني لأي رسام في بدايته، قبل كل شيء قبل أن يتعلم الرسام الكمبيوتر ولا مبادئ الرسم والتضليل والكذا، أعتقد أهم مسألة أستاذ إحسان هي مسألة الصدق في التعبير، أن تكون صادقا في التعبير عن نفسك، لأنه فن الكاريكاتير زي الشعر يعني تنعكس فيه روحك، إذا ما كنت صادق فيه حتكون مزيف، حتكون مثلك مثل غيرك. فإذا وصية لأي شخص أنه ما تدعي، لا تقلد، لا تفتعل يعني مواضيع وترسم عنها، ارسم نفسك، ما تشعر بأنه مدهش وجميل وجدير بأنه يرسم، ارسمه ما يتطلبه الموقف في حينه. بالضبط، وأنه يعني في عنا قصة أستاذ إحسان أنه بتجد الرسام يعني لسه مستجد وصغير، بيكون طالب في المدرسة يا حرام أو سنة أولى بالجامعة، وتلاقيه هوب صار يرسم بالقضايا السياسية ويعطي رأيه بالكذا. أنا مش ضد ولا إحنا ضد كذا، لكن يعني سيكون أصدق وأجمل لو رسم عن همومه، عن جامعته، عن مشكلته في المدرسة أو كذا. يعني هنالك قناعة خاطئة بأن الكاريكاتير العربي هو بالضرورة كاريكاتير سياسي، هذا خطأ، هذا بالعكس يعني هذا أحد يعني همومنا كعرب، أنه السياسة عندنا استولت على كل شيء ومن ضمنها الكاريكاتير. لا، الكاريكاتير فن حياة، فن مفتوح على كل شيء، يعني ترسم عن حياتك اليومية، عن همك كإنسان، على يعني على قضايا إنسانية بسيطة يعني ممكن أن تخرج منها بفكرة جميلة يتفاعلوا معها كل الناس وبيجدوها أهم كثير من الكاريكاتير رسمته على السياسة ولا على الشوز. فإذا كان من نصيحة أن يكون إنسان صادق في تعبيره، أن يرسم ما يفهمه وما يبدع فيه. وقصة تعلم مبادئ الرسم أو كذا، أنا أعتقد يعني الناس اللي بيخوفوا الناس من الكاريكاتير بيقول لك يعني إذا مش موهوب ما ترسم كاريكاتير، واللي ما عنده موهبة بصيرش رسام، هذا كله أعتقد مفهوم قديم وخاطئ. حتى مفهوم الموهبة عند الخبراء الآن مفهوم واسع كثير، مش بس بقصة يعني إنه شيء يولد مع الفنان أو كذا، لا، بعض الفنانين الكبار اكتشفوا موهبتهم في سن متأخرة في الستينات والخمسينات، فقد تكون الموهبة يعني مدفونة. ليس يعني مهمتنا أن نقول للناس أنه الرسام الكاريكاتير يجب أن يكون موهوبا، لا، الرسام الكاريكاتير هو الإنسان الصادق في تعبيره، هو الإنسان القادر على خلق محتوى مدهش مضحك، الإنسان اللي عندما نسمع نكتة يا أستاذ إحسان الآن النكتة السياسية، النكتة لما نسمعها، من اخترع هذه النكتة؟ من أول شخص أطلق هذه النكتة؟ بالضرورة هنالك شخص عادي لا يرسم الكاريكاتير ولا يدرس الجامعة، كانت لديه يعني حدة الذهن والالتقاط المفارقة بأن وضع هذا الكاريكاتير اللفظي ونجح وصار فايرل وانتقل من لسان للسان وصار نكتة دارجة. هذا هو رسام الكاريكاتير، بحاجة أنه يتعلم مبادئ الرسم، هذه مهارة مكتسبة. حتى بالعكس الآن في عالم الرسم الرقمي بالآيباد يعني تسهل الأمور جدا، تعلم الرسم مسألة بسيطة وسهلة جدا جدا جدا. في رسام أحبه في إيطاليا اسمه فوراتين، عندما تنظر إلى رسوماته تعتقد بأنه هناك طفل صغير يرسم، يعني خطوط ركيكة بالكاد يعني 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 بالكاد تتعرف على شكل الإنسان فيها، فعلا كأنه طفل يرسم. لكن فكرة فوراتيني، السطر الذي يكتبه فوراتيني هو الأهم. فإذا نصيحتي للشباب
يعني الأهم في الكاريكاتير ما ستقوله وصدقك فيه فيما ستقوله لا الشكل وليس يعني الرسم الإلكتروني أو التلوين الفوتوشوب أو كذا بقدر ما هو محتوى ما ستقوله. نعم الأستاذ عماد حجاج رسام الكاريكاتير الشهير والمعروف، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار لقناة الرافدين. كل الشكر لكم أستاذ أحسان، وتشرفنا فيكم. مشاهدينا كان هذا لقاء مع الأستاذ عماد حجاج رسام الكاريكاتير الشهير والمعروف، حتى ألتقيكم في لقاء خاص جديد، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ عماد.